اقرأ من قول الله عز وجل. والنجم إذا هوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. حسبك. اقرأ من قول الله عز وجل. سنسمه على الخرطوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين
ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون حسبك بارك الله فيك اقرأ من قول الله عز وجل عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. أحسنت، بارك الله فيك وفتح الله عليك. الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. No clapping please. ما شاء الله تبارك الله. الشيخ عبد الرشيد شيخ علي الصوفي حفظك الله، تفضل يا شيخ والكلمة لك بإذن الله. جعله باقي الطلاب حفظة كتاب الله. الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، فيقول ربنا جل جلاله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ويقول نبينا عليه الصلاة وأزكى السلام، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
وقال النبي عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يلبس والدا حافظ القرآن تاجا ضوءه أضوء من نور الشمس في بيوتكم، فما ظنكم بالنجل؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الحمد لله، أنا مسرور جدا لما سمعت من هذه التلاوة المحكمة لولدنا، وقراءة مجودة، وليس لي تعليق فيها سوى أن أثني على هذه القراءة، وندعو بالخير لمن علمه واجتهد عليه من أبويه ومن معلمه ومن هذا المركز المبارك، مركز أبي هريرة، الذي أنتج هذه النتيجة الطيبة. ولكن تعليق بسيط على قراءتي، على القراءة، للاستفادة لولدنا ولمن يسمع. مثل ما قلت مسبقا، هي قراءة ما شاء الله مجودة، لكن كان ولدنا في غننه فيها شيء من الزيادة، لأن الغنى كما حدده علماء هذا الفن كما لا يخفى عليكم بمقدار حركتين، فما زاد على ذلك إنما يعني يدرب على الطالب في صغره، ولكن ينبه فيما بعد ألا يزيد على قدر حركتين. والأمر الآخر وهو مهم جدا في مسألة إخراج صوت الغنة من الخيشوم عند النطق من نون الساكنة التي جاء بعدها الياء أو الواو، فكثيرا ما مر بابننا وهو يقرأ مثل قوله تعالى: بكرة وأصيلا. بكرة وأصيلا، لابد من إخراج الخيشوم، الغنة من الخيشوم، كما قال أئمتنا مثل ابن الجزري رحمه الله: وغنة مخرجها الخيشوم. إذا قرأ بكرة وأصيلا، بكرة وأصيلا، فالغنة ها هنا ناقصة، لم تخرج من مكانها، وتكرر هذا عند ولدنا. فهذا تنبيه بسيط إن شاء الله للاستفادة له إن شاء الله زملائه. أما ما يتعلق في حقيقة في إنشاء هذا مثل هذه المسابقات للتشجيع وللتحفيز وللتنافس الطيب المبارك، فهو أمر يعني لا شك أنه من الأمور المهمة في تعلم القرآن وفي نشره، وأنا يعني أهنئكم على هذا الإنجاز الطيب، وأتمنى لكم بإذن الله تعالى أن تكونوا في تقدم بإذن الله تعالى، وهذا شيء طيب جدا. فجزى الله القائمين من مركز ومن معلمين ومن والدين في هذا. وقد سمعت ما سرني أن يعني دراسة القرآن طوال الأسبوع وليست مختطفات في أيام ما يسمونها عندكم بالويكند، هذا السبت والأحد، يعني وهذا لأني مريت على كثير من الدول الغربية سواء كان أوروبا أو غيرها، ورأيت هذا الأمر، وأن دراسة القرآن في هذين اليومين وفي ساعات محدودة لا نتاج لها يذكر، يعني لا تؤدي إلى نتيجة. والله تعالى جعل استعداد في أولادنا وفي الأطفال، وهذا الاستعداد هو الذي أخذته المدارس حقيقة، يعني الاستعداد للحفظ وتفتح الذهن والاستيعاب إنما يكون في الأوقات الكاملة. وكتاب ربنا كتاب عزيز لا يؤتيه الله إلا من طلب ورغب وتواضع لله عز وجل،
وأيضا ضحى من أجلها من بأي دراسة أخرى وبأي شيء آخر، فأقبل بكله على القرآن فيعطيه الله تبارك وتعالى. أما أن يكون المسألة فقط مسألة أننا نأخذ، لا شك ولا أذم، وهذا جهد المقل، يعني أن يعني إذا ما وجدنا فرصة إلا ليومي الإجازة نأتي بالأطفال في المساجد ونعلمهم، هذا جهد طيب، ولكن في نظري وفي تجربتي وفي خبرتي لا يؤدي إلى نتيجة، يعني نتيجته فقط محدودة في كون حفظ الأولاد في البيئة الإيمانية وفي شيء قليل يعني من القرآن. أما أن يكون هناك إتقان مثل الذي سمعناه من ولدنا وهو يمتحن بهذا المستوى الراقي في الحفظ والتجويد، فهذا نتاج يعني جهد أسبوع كامل يعني. فأنا أحرضكم على هذا، ويعني سررت به كثيرا، وجزاكم الله خيرا فيما تقومون به. وفي اقتراحي الأخير أن مثل هذا النماذج القراءات الطيبة يعني أراها أنهم يعني يشتركون بالمسابقة، الآن عندكم مسابقة محلية فيشتركون بالمسابقات الدولية، وكما تعلمون عندنا مسابقة الجزيرة للأطفال، ويمكنكم أن تتابعوها في قناة يسمونها قناة جيم أو قناة الجزيرة للأطفال، في لجنة تحكيم يعني تضمني والمشايخ الكبار اللي تعرفونهم الدكتور أيمن وسويد والدكتور معشراوي وغيرهم من المشايخ. فيكون إرسال هذه النماذج إلى عن طريق الموقع لقناة الجزيرة، ويفتتح أظن بعد رمضان. لكن هذه التنبيهات التي قلتها تنبيهات مهمة جدا، يعني هي تنبيهات والمعايير التي نمشي عليها، يعني هي ترسل عن طريق الفيديو وتستمعها اللجنة، ثم إذا تأهل من تأهل منهم 51 يأتون إلى قطر ونشرف بلقياهم هنا، وهم يشرفون أيضا بأن يكونوا في لجنة التحكيم من المشايخ الكبار الذين ذكرناهم. فإن شاء الله من الآن أعدوا لهذا. والأمر المهم الآخر، قراءة ولدنا كانت مع إحكامها وتجويدها قراءة مثل ما يقولون يعني طبيعية، فمن المستحسن أيضا أن يعني أن نحاول للطلاب أن يأتوا بشيء من تحسين الصوت. لا شك أن هذه مسابقة الآن عن ظهر الغيب ولا بد أن تركيز في الحفظ، لكن أيضا الصوت الجميل أيضا مطلوب إن شاء الله تعالى، فلا بأس بأن ندربهم بأن يستمعوا إلى بعض المشايخ ذوي الأصوات الحسنة، وأن يكون ابتداؤهم بالتقليد، يقلدوا الشيخ الحصري والمنشاوي وغيرهم من المشايخ يعني ذوي الأصوات الحسنة مع مراعاة الأحكام طبعا. والتقليد في البداية يعني هذا بداية، ثم بعد ذلك مع الأيام تنتج له مع الدربة والكذا والتدريب وترويض اللسان قراءة مستقلة له، فيكون رأسا بدلا أن يكون تبعا يعني لصوت معين. ولكن هذه لابد من في البداية أن يعني أن نوجههم يستمعوا إلى ذوي الأصوات الحسنة، يزيدوا من مع حسن التجويد حسن الصوت، وهذا هو مطلوب إن شاء الله تبارك وتعالى. ولن أطيل عليكم أكثر من هذا، فالله تعالى يوفقنا وإياكم بما يحبه ويرضى، وجزاكم الله خيرا. أظن هذه الكلمة تحتاج إلى صوملة، سنترجمها بالإنجليزي، سنترجمها بالإنجليزية إن شاء الله الآن. طيب معنا يا شيخ، نترجم ونعود لك إن شاء الله بإذن الله سيدي إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Just to summarize what the Sheikh has said, first he began by praising Allah subhanahu wa ta'ala, saying salat on the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and he mentioned the noble verse where Allah subhanahu wa ta'ala says, إِنَّ الَّذِينَ تَلُونَ كِتَابَ اللَّهِ, those who recite the book of Allah and they establish their prayer and they give from what Allah has given them, they are hoping for a thread which will not go into a loss.
They're hoping for a trade which will not go to a loss, meaning it's always profitable. Then he mentioned some hadith on the excellence of the Quran and memorizing the Quran. And then the Sheikh, he said, he's very happy to see this very good example of our young brother. And he says, I thank first of all the parents of this young boy. And I also thank the teachers who taught this young boy. And I also thank the Markaz Abu Huraira, which is making this these efforts for this kind of events to be actualized. Yani, he said just two small things which he'll talk about the qira'ah, the recitation of our young brother Muhammad. He said overall it was very good, very impressive, and he just had two mulahadat, two notifications about something he has to improve on. Yani, now most of us, you won't understand this. Yani, so I'm just going to translate it the same way. Yani, he said, number one, ghunna. His ghunna is quite long, so he needs to shorten it. And the scholars of Tajweed, they have said the ghunna should be the length of two harakas. His is a bit long. And he said this will come through practice. And the second mulahada is about the ghunna not being pronounced from the khayshum, that is the nose or the nostrils. That his ghunna comes from the mouth. So he needs to work on that. But otherwise, his qira'ah is very good. And he is very happy, the Sheikh says, to see these kind of examples in these countries. And he says something which he will suggest. He says this is an example of continuous effort. This does not come by only doing it on the weekend, like how most of it we do it. And he said, this is my suggestion and something I know through experience. Those who only teach their children or send their children to be taught on the weekend only, they cannot produce results like this. Yes, they might have something good, but they can never produce something like this. This is an effort which is all week long. And this is very true. I can add to that. And I say all of us, we know that. So the Sheikh says he is very happy and he suggests that there's the worldly contest which happens every year, which is hosted by Al Jazeera Children's Television Channel. That's what they call it. And you send your clip. You don't have to go first. You send a clip of the recitation, a video clip. And then 51 of the best people worldwide, they are called to Qatar. And there's the competition. And the Sheikh is one of the judges. And some of the major scholars of Tajweed, like Sheikh Ayman Suwaid and Al-Masrawi and others. So the Sheikh says this is something very encouraging. And he encourages the brothers to participate in this. Briefly, this is what he spoke about. Can you hear me? ونحن إن شاء الله شيخ نبشرك بالخير والجهد هذا إن شاء الله تستمر ونحن إن شاء الله نتوقع ونتمنى أن تزورنا إن شاء الله في المسابقة التالية تكون معنا إن شاء الله هذا نعتبره وعد منك يا شيخ أن تكون معنا السنة القادمة في هذه المسابقة إن شاء الله اللهم يسر إن شاء الله أمورنا أمورك إن شاء الله بإذن الله يا مرحبا بارك الله فيك يا شيخ وسبق أن شاركنا في مسابقة الجزيرة وبث مباشر من هنا من حوالي سنتين ثلاثة بثوا طفل من الأطفال مباشر في لقطة بس إن شاء الله السنة هذا نحاول أن نشارك رسميا ونرسل بعض العينات بإذن الله وأن تسكن إن شاء الله في هذا وبإذن الله يكون هذا يعني أول خطوة ونأخذ بنصيحتك بإذن الله بإذن الله الله يكرمنا وإياكم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وهنا لنا بعض محبيك يا شيخ وسألوا أن ترسل لنا تسجيلاتك طيب ولنا من يقلدك هنا أيضا يعني في المسجد لا قلدوا غيري لا تقلدوني يعني. بل أن نختم بك يا شيخ بأن تتلو لنا شيء من القرآن إن شاء الله لكي نستمع لصوتك ونسمع لك الله. بإذن الله شيء منك بإذن الله تفضل يا شيخ
بارك الله فيكم. إن شاء الله إن شاء الله به نختم إن شاء الله، وهو خير المختتم به إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة تبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدي فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصليها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعي لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. بارك الله لنا ولكم فيما سمعناه من كتاب ربنا العظيم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العمل به حتى نكون من أهله الذين يشفعه لهم القرآن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم
حسن تلاوته على ألسنتنا، وأن يجعل فقهه وفهمه في أفئدتنا، وأن يرزقنا العمل به على جوارحنا، وأن نكون داعين إليه ناشرين له في مشارق الأرض ومغاربها، إنه ولي القادر عليه. وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام شيخنا، بارك الله فيك وجزاك الله خير خير الجزاء. ملحوظة أخيرة يا شيخ، كنت أول من صليت خلفه في صلاة التهجد في عام 83 في مغديشو في مسجد الشيخ الوالد المرحوم. ما شاء الله، ما شاء الله. هذه ذكرى يعني لا ننساها. وأيضا بهذه المناسبة أبي نشكر الشيخ سراج علمي بارك الله فيه في تسهيل هذه المقابلة ومساعدته لنا في هذا الأمر بارك الله فيه، وهو أيضا من المعروفين من أهل الكتاب أهل القرآن. سنشكركم جميعا يا شيخ، وبإذن الله نلتقي بك قريبا في قطر وفي دوحة، ونراك أيضا في تورونتو إن شاء الله في المستقبل القريب. بارك يا الله مرحبا فيك. يا مرحبا، وصلاة التهجد موجود هذه السنة، تفضلوا معنا. خلاص صليت معك هناك أيضا، صليت مرة بس تبت، الشيخ يصلي يعني بقرة في ركعة يا شيخ بارك الله فيك. الله يكرمك. جزاكم الله خير يا شيخ. الله يرزقكم. حياكم الله. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته. What I said with the Sheikh was, the Sheikh was the first person that I ever prayed tahajjud with 1983 in Mogadishu in Hamar. And he was the first Sheikh, he was the local Imam of our local masjid. And أيضا if you ever pray tahajjud with, he will pray a whole rak'a في سورة البقرة. So you have to be that tough to pray behind. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله.